جدتي، حبيبة جدتها. الحمد لله على السلامة يا أمي. شكراً يا ابنتي، أنا هنا اليوم لأخذ مريم معي إلى القرية، فبعد غد سيتم تختين بعض بنات الجيران ومن بينهم بنات العائلة، وهذه المرة لن أقبل بأي أعذار أو رفض، فمريم قد كبرت وكان ينبغي أن يتم تختينها من قبل سنوات. ولكن يا أمي، أنا ووالدها نرفض هذا الأمر تماماً، ولن نقبل أن نرتكب هذه الجريمة في حق ابنتنا. هذه عاداتنا وتقاليدنا، هل تريدين أن تبقى معك مريم إلى الأبد وألا تتزوج؟ يا أمي، هذه خرافات، ليس لها أي أساس من الصحة، وهذه العادة الضارة هي جريمة في حق بناتنا، ويجب علينا جميعاً منعها. لا، لن يحدث هذا أبداً. مريم، العشاء. مريم، ما بك؟ لا شيء يا أبي، لا أستطيع أن أكل أي شيء. ولكن يا أمي، أخلاق البنت ليس لها أي علاقة بهذا الأمر، ولكنها التربية بالأساس. بالتأكيد، فنحن متعلمون وندرك أضرار هذه العادة الضارة التي ليس لها أي أساس في أي دين. أنت تضيع على ابنتك آخر فرصة. أي فرصة يا جدتي؟ لقد قرأت أنه تشويه للأعضاء التناسلية للفتاة. هل تعلمين حجم الضرر الجسدي والنفسي اللذين يسببهما الختان للفتاة، طفلة وشابة وزوجة؟ أنا فقط أريد مصلحتك يا ابنتي، فأنت حبيبة قلبي. ولكنك سوف تلحقي بي ضرراً كبيراً بهذا الأمر يا جدتي، ألم تتضرري أنت منه؟ أنا يا ابنتي، أنا فقط لا أريد أن يؤثر هذا الأمر على فرصك في الزواج، لكن آخر شيء أريده لك أن تمري بما مررت أنا به. إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان جريمة يجب التخلي عنها.